بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن. هذا الفيديو راح نقدم الوضعية الإدماجية المقترحة للوحدة الثانية ياك لا دوزيام سيكونس للاختبار. الاختبار حتجينا الوضعية دايره كيما هذا. طبعا واش راح نديروها، راني في القسم راني نوريك في الأشكال اللي ممكن نستعملها في الفقرة. هذه اعمال تاع تلاميذ هذا المسجد، هذاك البيت من إنجاز التلميذ طبعا، هذا هو هنا الأبيض، عندي هنا المدرسة، ها هي هنا المدرسة، وكذلك عندي هنا الشكل الآخر هو اللي يمثل البارك دو لوازير، يعني حديقة التسلية، ها هي هنا هنايا مقابلة للمنزل. طبعا حنايا هنا واش نستعملهم، راح ندير موقع الموقع المنزل بالنسبة لهذه الأشياء، ونستعمل لي مو دو لوكاليزاسيون، يعني قريبه من مدرسه، بعيده على الحديقه، بجانب المسجد، الى غير ذلك. راح نعطيكم الصيغه تاع السؤال، ومن بعد نعطيك الفقره الوضعيه الادماجيه المناسبه لكل التلاميذ، وتقدري تحفظيها للابن تاعك ويروح حافظها ويديرها في الاختبار. طبعا هذا هو الشكل يكون عليه المطلوب، البيت والمدرسة والمسجد والحديقة. نشوفوا السؤال كي راح يجينا داير، ومن بعد ننجزوا الوضعية الإدماجية. Rédige un texte de 3 à 4 phrases pour présenter ton quartier à tes camarades. حرر نص من 3-4 جمل باش تقدم لنا الحارة تاعك والحي تاعك لزملائك. Utilise les mots de localisation. استعمل كلمات التموقع. Aide-toi de la boîte à outils. نعطيه جدول الكلمات. هذا يقول له جدول الكلمات، يقول له استعمله. طبعا هذه الطريقة أحسن طريقة باش يكتب لي التلميذ وضعية إدماجية صحيحة. كاين اللي يعطوا، كاين أساتذة يعطوا أن إكزارسيس أترو، يعني ملء الفراغات، التلميذ فقط يملء الفراغات. بصح هذه الطريقة تعلمه يكتب الوضعية الإدماجية. نروح نشوف لا بواط اوتي، جدول الكلمات. عندي هنا لو كارتي اسم الحي، لي نون الأسماء اللي نستعملها، لي فيرب الأفعال اللي ضروري نستعملها، ولي مو دو لوكاليزاسيون يعني كلمات التموقع. لو كارتي هي أميغوش، لي نون اللي نستعملهم ليكول المدرسة، لو بارك دو لوازير حديقة التسلية، لا موسكي المسجد. لي فيرب نستعمل زوج، لو فيرب ابيتي اللي هو يسكن، ولو فيرب اتر. لي مو دو لوكاليزاسيون اللي نستعملوها هي اون فاس دو مقابل، بخي دو بجانب، اكوتي دو ثاني، بخي دو هي قربة، و اكوتي دو هي بجانب، بال لوان دو غير بعيد عن. طبعا هذه الكلمات اللي راح نستعملها خصوصا هذه لي مو دو لوكاليزاسيون، نستعملو هادو اربعة، ولي فيرب نستعملو هادو زوج. هنايا لي نو يختلفوا، ممكن ما تعطيش لي كول، تعطي حاجه اخرى باغ اكزومبل لا بوست، ولا ممكن تعطي هذا. وثاني الاسم تاع الحي احيانا يختلف، انا هنا عطيت فقط مثال، كتبت الحي سموه اميغوش، لو كارتي اميغوش. صاي نعاود نقرا السؤال كي يجي داير كاع كامل. Rédige un texte de 3 à 4 phrases pour présenter ton quartier à tes camarades. Utilise les mots de localisation ou aide-toi de la boîte à outils. La boîte à outils, هذه هي le quartier Amiroche, les noms, l'école, le parc de loisirs et la mosquée, les verbes habiter et être, les mots de localisation en face de, près de, à côté de, pas loin de. طبعا روح للوضعية الإدماجية كي تجي داير. إن شاء الله راح تكون واضحة. Alors. J'habite le quartier Amiroche. Ana nesken fi hi Amiroche. C'est un quartier grand et propre. Hadha lhi kbir w nadhif. Ma maison se trouve en face du parc de loisirs. Lbayt tta3i yaqa moqabel li hadiqat ttasliya. Près de l'école. Gharib mina almadrasa. Et pas loin de la mosquée. وليس بعيد عن المسجد. ليس بعيد عن المسجد.
نقدر نحيد بخي وندير اكوتي دو. نعود نقرا الفقره. جابيت لو كارتي امي روش، سي ان كارتي غران اي بروبر. ما ميزون سو تروف ان فاس دو بارك دو لوازير بري دو ليكول اي با لوان دو لا موسكي. طبعا هذه الفقره تعتبر فقره نموذجيه، ما عليه هنا التنوين الا انه يبدل الاسم تاع الحي فقط، والاخرين كاع راهم هذه الفقره تناسب كل انواع التلاميذ. نبقى الا اني نتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.